بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، وحشتوني، لكن إن شاء الله بإذن الله هنبقى على تواصل. أنا تعبتكم، كنا بناخد المحاضرة محاضرتين فترة طويلة، لكن أنتوا كنتوا أكثر جدية للي كان السادة اللي بيحضروا، واللي ما بيحضروش طبعا مليون مية هيبقى عندهم ظروف. هنقدر هذه الظروف، لكن جه الوقت ان احنا نبقى على تواصل بصفة مستمرة بإذن واحد أحد. هصار مع حضراتكم ما تم دراسته في مجموعة المحاضرات اللي احنا خدناها قبل كده بإيجاز شديد طبعا، عشان نقدر نكمل ما هو باقي ومطلوب مننا. اتكلمنا عن مهارات التشخيص والفصل بين الظواهر والمشكلات في مختلف المواقف، وخلصنا إلى إن الظاهرة نتيجة عرض والمشكلة سبب يجب البحث فيه والتحري للتعرف عليه عشان نتعامل معاه ونعيد أي وضع إلى حالته الطبيعية. وتناولنا مفهوم التحليل باستفاضة، وباختصار عرفنا إن إحنا بنجزأ البيان إلى مكوناته المختلفة، وقياس كل مكون ومقارنته بمعيار معين للوقوف على مدى طبيعة النتائج المستحصل عليها، لأن قد نحتاج إلى تدخل في العلاج إذا كان هناك انحراف عن هذا المعيار. وعرفنا العلاقة بين أداة القياس والقياس والتقويم، والفرق بين القياس والتقييم والتقويم. من الضروري جدا ان احنا نبقى فاصلين بين هذه التعبيرات او هذه المفاهيم حتى نستطيع ان نعرف ماذا نقيس ولماذا نقيس وكيف نقيس. وده كان الفرق بين ماذا ولماذا وكيف فيما يتعلق بموضوعنا، هو موضوع القياس لاتخاذ القرارات المختلفة. وعرفنا طبعا القياس بأنواعه والعوامل المؤثرة فيه، وعرفنا مفهوم السمات والاتجاهات والخطوات الواجب اتباعها لعمل المقاييس المختلفة اللي هنتناولها مستقبلا إن شاء الله. وعرفنا أيضا العلاقة بين التقييم والتقويم وأيهما أشمل، ووصلنا إلى أن التقويم أشمل وأعم من التقييم. ودرسنا أيضا العلاقة بالبيانات والمعلومات والمعارف، وكيف تحول البيانات باستخدام التحليلات المختلفة إلى معلومات يتخذ بناء عليها قرار، وتراكم نواتج التحليلات التي تتمثل في المعلومات تتكون المعارف، لأن الفروق بيننا زي ما اتفقنا هي فروق خبرات. وعرفنا مفهوم المتغيرات وتصنيفاتها على أساس مستويات القياس وعلى أساس تصنيف البحث، وهحاول إن شاء الله إن إحنا نراجع الجزء الأخراني مع بعض علشان نقدر نستكمل ما هو باقي. بالتوفيق إن شاء الله. احتراما طبعا للمستوى العلمي اللي احنا اتفقنا ان حضراتكم عليه، انا افكركم بس بالموضوعات البحثية اللي كل من حضراتكم يبدأ في البحث عنها في مختلف مصادر التعلم، وكانت تتلخص في انواع البيانات وتصنيفاتها وتحليل البيانات والمعلومات والقياس وانواعه والتقويم وأنواع المتغيرات وموازين القياس أي مستويات القياس والقياس السيكولوجي والنفسي والمقاييس والتحليلات الإحصائية وتفسير نتائج التحليلات الإحصائية واتخاذ القرارات. كل دي مجموعة من العناوين البحثية اللي حضراتكم تبدأوا في البحث عنها في مختلف المصادر عشان نكتسب مع بعض كم من الخبرات اللي يمكننا بالفعل ان احنا نحدث تغيير في الواقع الفعلي في مجال العمل بتاعنا، وتستفيدوا من
التحقهم بهذه الدبلومات الراقية طبعا في كلية تجارة جامعة عين شمس، وبالتالي ننتقل من وضع إلى وضع أفضل بإذن الله. فأنا بفكر حضراتكم بس إن هذه الموضوعات هو اللي بتمثل اللي أوت بتاعنا في الكورس بتاعنا، علشان نقدر بعد كده لما نيجي نتناقش مع بعض في مجموعة الاختبارات بتاعتنا هتتضمن هذه الموضوعات البحثية من مختلف المصادر، لأن من الأفضل إن كل منا يكتسب المعارف بتاعته والخبرات بتاعته من عديد من المصادر ولا يختصر على مصدر واحد فقط. هنبدأ من هنا إن شاء الله إن إحنا ندرس مجموعة من المفاهيم والمقاييس الإحصائية اللي هنعتمد عليها إن شاء الله في التحليل ومن ثم اتخاذ القرار. هذه المفاهيم نبدأ نكتسب الخبرات بتاعتنا فيها، ومن ثم هنمشي مفهوم مفهوم، وبالتالي هذه التراكمات من الخبرات الخاصة بالمفاهيم اللي احنا هنتناولها مع بعض هنقول ايه هي الأدوات الإحصائية اللي هنستخدمها إن شاء الله في التحليل، ومن نتائج هذا التحليل نستطيع أن نتخذ القرارات بفعالية أكبر عشان نرى المستقبل ونرى ما لا يراه الآخر. هنتناول هنا العلاقة بين البيانات وبين المعلومات وبين المعارف. الحقيقة البيانات هي مجموعة حقائق ناتجة من قياسات أو مشاهدات تتمثل في شكل أرقام أو حروف أو رموز أو رسوم بيانية، وهي دي المادة الخام لتوليد المعلومة. ومن ثم البيان يختص بفكرة معينة أو موضوع معين نرغب في دراسته، ونجمع هذه البيانات ونقدحها للمعالجة باستخدام التحليل. وممكن بعد ما نصنف هذه البيانات وننظمها ونقدحها لأساليب التحليل المختلفة نصل منها إلى معلومة لها معنى معين لتحقيق هدف معين، وتراكم هذه المعلومات من مصادرها المختلفة تمثل المعرفة. وكم هذه المعارف بنكتسبها كلنا من خبراتنا، سواء كان عن طريق التعلم أو المصادر المختلفة في علاقتنا مع الأشخاص، فنحن دائمي التواصل مع أنفسنا ومع الآخرين،
وكل منا يفضل الآخر في شيء واحد على الأقل، أي لديه معرفة لا تتوافر لدى الشخص الآخر، ففي تبادل هذه المعارف عن طريق التواصل تتسع دائرة الإدراك، ومن ثم نعي ما يدور بداخلنا وما يدور حولنا. فمعرفنا في حالة تغير مستمر، لو إحنا أحسننا تجميع البيانات وتنظيمها وتصنيفها ومعالجتها وتبادلها مع الآخرين، ومن ثم نستطيع أن نشخص المواقف تشخيص يتسم بالجودة، يوضح لنا ما نرغب في أن نراه، ومن ثم نتخذ القرار المناسب. الحقيقة هنتناول أحد المفاهيم الضرورية جدا والهامة جدا لينا كلنا، إن إحنا لازم نبقى فاهمينها بالمعنى الصح بتاعها، وهو كلمة المتغيرات. أي متغير؟ متغير يعني شيء يتغير، لكن إحنا كمستوى تعليمي في هذه المرحلة يجب أن نعلم ونفهم كيفية تغير هذه الأشياء ولماذا تتغير. إذا كنا عاوزين نسيطر على ظاهرة معينة فيجب أن نتحرى أسباب تغيرها، لأن كل شيء يتغير، ما دائم وما ثابت إلا وجه ربنا الكريم، لكن كل ما يحيط بينا فهو متغير، وهذا المتغير يتضمن شيء ما يتغير، وبالتالي نحن نرغب في ان احنا نعرف الاختلافات الخاصة بالتغير لكل فئة من الفئات. على سبيل المثال النوع، ذكور وإناث، الاتجاهات، هناك اتجاه إيجابي وهناك اتجاه سلبي وهناك اتجاه محايد، وهناك دوافع إيجابية وأيضا دوافع سلبية. قدرتنا كلنا على الوعي وعلى الانتباه تختلف، والانتباه من أحد الخصائص بتاعته أنه يتغير ويتنقل ويتذبذب من وقت إلى آخر. كلنا مختلفين في المستوى الاقتصادي، كلنا مختلفين في المستوى الاجتماعي، بأي درجة هذا الاختلاف ولماذا هذه الاختلافات يجب أن نخضعها للدراسة ويجب أن نخضعها للتقييم حتى نستطيع أن نسيطر على هذه المتغيرات ونعرف لماذا تسلك كما تسلك. يبقى احنا متفقين دلوقتي ان المتغير بيدل على صفة محددة، هذه الصفة تتعلق بمجموعة من السمات أو مجموعة من الخصائص، بتاخد شكل قيم معينة احنا بنجمع عنها مجموعة بيانات تتعلق طبعا بالأفراد، لأن احنا اتفقنا كلنا مختلفين، أوزان كل منا مختلفة، الأعمار بتاعتنا مختلفة، حدة الإبصار بتاعتنا مختلفة. فإذا حدة الإبصار ده متغير، يتغير من وقت إلى وقت آخر، وبالتالي لما أقول متغير يبقى لازم يكون يتضمن اختلاف في عناصر فئة ما. يبقى ما ينفعش أقول إن أنا هدرس الذكور فقط، لا، لأن في إناث، يبقى الفئة الخاصة بالنوع ذكور وإناث. الذكور لهم مجموعة من السمات والإناث لها مجموعة من السمات، والذكور لها مجموعة من المتطلبات والإناث أيضا لهم مجموعة من المتطلبات. فإذا المتغير
الخاص بالنوع على سبيل المثال بنقسمه إلى فئتين، ذكور وإناث داخل فئة معينة وهي فئة النوع. لكن إذا تضمن بند واحد فقط أو نوع واحد فقط لا يعتبر متغير، يعتبر مقدار ثابت ومن ثم لا يتغير. فأنا لما بدرس مجموعة أشياء تتغير بصفة مستمرة، فالاتجاهات تتغير والآراء تتغير، ومن ثم وجهة نظر كل منا إلى الأشياء نراها بمنظار مختلف طبقا للرصيد الخبري لدى كل منا. فكل ما يحيط بنا زي ما اتفقنا فهو يتغير. نحن نرغب في تحديد هذه المتغيرات لكل نوع من أنواع الدراسات وكل نوع من أنواع المجالات، حتى نستطيع أن نتحرى أسباب هذا التغير، ومن ثم نستطيع أن نسيطر على هذا التغير ونعرف لماذا يسلك كما يسلك زي ما اتفقنا في الشريحة السابقة، وبالتالي نخضعه بقى للقياس علشان أخد قرار هل هو يسلك سلوك عشوائي يحتاج إلى تعديل أو إلى تغيير، وبالتالي أقدر أصحح الوضع وأصل إلى وضع أفضل مما نحن فيه، أي نعيد هذا التغير إلى حالته الطبيعية. على سبيل المثال في الفترة اللي فاتت طبعا حالة الطقس كانت مختلفة جدا، وأعلنت هيئة الأرصاد إن حالة الطقس عنيفة وتخرج عن وضعها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام. يبقى إذا هناك تغير نتج عن هذا التغير عديد من النتائج، هذه النتائج يجب أن يتم بحثها وندرس أسباب التغير ونحتاط ليها حتى نستطيع أن نسيطر على مثل هذه الظواهر. اختلافات في قيم ودرجات خاصية معينة تتعلق بالأفراد، ومن ثم لو احنا نعمل توليد لمجموعة من المتغيرات نقدر نقول نوع أحد المتغيرات، مستويات الدخل أحد المتغيرات، مستويات التعليم أحد المتغيرات، فئات السن أحد المتغيرات، الحالة الاجتماعية أحد المتغيرات، الاتجاهات إيجابية أو سلبية أو محايدة أحد المتغيرات، مستويات الذكاء، درجات الحرارة، درجات التفضيل، درجات الموافقة، درجات الولاء إلى آخر هذه المتغيرات. لأنها تتعلق بأفراد أي تتعلق بسمات خاصة بالأفراد، ومن ثم فهناك اختلاف بين الأفراد فيما يتعلق بقيم ودرجات كل خاصية أو سمة مما ذكرناها. هذا هو مفهوم المتغير الذي نحاول أن ندرس طريقة تغيره وأسباب تغيره لكي نستطيع أن نتحكم فيها بعد التنبؤ بها. فنحن نرغب أي الشركات ترغب في أن تكون درجة الولاء عند حدها الأقصى، تفضيل منتجاتها عند حدها الأقصى، الموافقة عند حدها الأقصى. وفي هذه الآونة صدرت مجموعة من القرارات الخاصة بمجلس الوزراء. درجة الموافقة عليها أعتقد أنها كبيرة جداً لأنها بتحافظ على فئات مختلفة في مجالات مختلفة لصالح الدولة، فكل منا يراها بمنظار، لكن الغالبية العظمى سيؤيد هذه القرارات لأنها قرارات إيجابية تتعامل مع موقف حالي
بإيجابية. إذا أردنا أن ندرس اتجاهات الرأي العام، ممكن جدا أن ندرس اتجاهات الرأي العام نحو إيجابية هذه القرارات، وكل فئة من الفئات اللي احنا ذكرناها سنحصل منها على ردود أفعال تختلف من فئة إلى فئة. معنى كده أن هذه التغيرات يجب أن تخضع للدراسة لكي يتم الاستشهاد بها مستقبلا لترشيد القرارات بدرجة أعلى. هذه الشريحة الحقيقة بتلخص كل ما سبق فيما يتعلق أن النتائج تتغير، مطلوب مننا ندرس لماذا تتغير، وهذه النتائج تتمثل في صورة متغيرات، وهذه المتغيرات لها أسباب، لها مؤثرات. فالمهم جدا أن احنا نتحرى هذه الأسباب أو المؤثرات التي تحدث هذه النتائج التي تتغير بصفة مستمرة. حين التوصل إلى لماذا يتغير كل متغير، نستطيع أن نرى الأمور أكثر وضوحا، ونستطيع أن نتخذ مجموعة من القرارات التي تتسم الرشد والعقلانية والفعالية لتلافي الآثار السلبية المستقبلية ودعم الآثار الإيجابية. لا نستطيع أن نصل إلى هذه النتائج دون تحري السبب أو الأسباب، أي المؤثرات التي تحدث هذا التغير في كل سمة أو كل خاصية تنتج عنها تغير ما، أي تنتقل من حال إلى حال آخر. هنتناول هنا إن شاء الله تصنيفات المتغيرات على أساس مستوى القياس. أنا عندي نوعين أساسيين أو تصنيفين أساسيين للمتغيرات على أساس مستوى القياس: متغيرات كمية ومتغيرات وصفية أو نوعية، وهتناول كل منهم بالتفصيل إن شاء الله في الشرائح القادمة. احنا الحقيقة اتفقنا مسبقا ان البيانات عبارة عن مجموعة من الحقائق او القياسات او المشاهدات في شكل ارقام او حروف او رسوم بيانية او مجموعة من الرموز. هذه البيانات تخص فكرة معينة او موضوع معين. والتقسيم العام ان احنا عندنا نوعين من البيانات: بيانات نوعية وبيانات كمية، وكلاهما سنفسرهما في الشرائح التالية.
في هذه الشريحة هنتناول إن شاء الله المتغيرات الكمية، أي المتغيرات الرقمية التي يعبر عنها بأرقام. بس عندي هنا نوعين من المتغيرات الكمية: متغيرات متصلة، وده يمكن التعبير عنها بأعداد صحيحة وكسور، ويصلح ليها المقياس الخاص بالفئات المتساوية والخاص بالنسب المئوية. النوع الآخر من المتغيرات الكمية هي المتغيرات المتقطعة أو المنفصلة، ودي التي لا يمكن استخدام فيها الكسور، لكن بستخدم فيها أرقام صحيحة زي عدد أفراد الأسرة على سبيل المثال. المتغيرات المتصلة ممكن بستخدم فيها أعداد صحيحة، أرقام صحيحة وكسور، زي الوزن كذا كيلو وكذا جرام، زي الطول كذا متر وكذا سنتي، زي الدخل كذا جنيه وكسور الجنيه. فكل نوع من أنواع هذه المتغيرات أساس التعبير عنها هو تعبير رقمي بأعداد، طبقا للمنطق اللي احنا هنجيله بعد شوية إن شاء الله. إذا وجد شيء فإنه يوجد بمقدار، أو يعبر عنه برقم أو عدد معين. أما تصنيف المتغيرات طبقا لتصنيف البحث، فعندي نوعين من المتغيرات: متغير مستقل ومتغير تابع. المتغير المستقل هو الذي يؤثر، المتغير التابع هو الذي يتأثر بفعل المتغير المستقل. معنى كده إن عندما يتغير المتغير المستقل بالتبعية سيتغير المتغير التابع. وذلك كلنا بنسعى إن احنا ندرس ما هي المتغيرات المستقلة ذات التأثير في موقف ما، ومهارة الباحث ومهارتنا تعتمد على توليد أكبر عدد ممكن من المتغيرات المستقلة ذات التأثير في المتغير التابع الذي نرغب في دراسة سلوك تغيره، ولماذا يتغير، وبفعل أي من هذه المتغيرات المستقلة، وهل يا ترى المتغيرات المستقلة كلها ذات تأثير معنوي، هنعرف يعني إيه قدام، ذات تأثير له دلالة، تأثير جوهري، تأثير حقيقي، وإذا كان هذا التأثير الخاص بالمتغير المستقل في المتغير التابع، هل يا ترى كل المتغيرات المستقلة بتؤثر بنفس الدرجة؟ ولا يهمنا ان احنا نعرف من يؤثر على المتغير التابع رقم واحد، من يؤثر على المتغير التابع رقم اتنين، من يؤثر على المتغير التابع رقم ثلاثة، ونعيد ترتيب اولويات هذه المتغيرات المستقلة ذات التأثير في المتغير التابع لكي نرى ونهتم طبقا لهذه الأولويات لتفسير لماذا يتغير المتغير التابع وفي أي اتجاه وبأي مقدار. تعبر عن هذه المتغيرات، فهتناول في الشريحة دي البيانات الكمية في مستوى قياس معين اللي هو بيانات الفترة اللي هي الفئات المتساوية، إن المسافات بين كل فئة والأخرى متساوية، زي ما كنا بنقول موافق تماما، موافق، موافق إلى حد ما، إلى حد ما، غير موافق، غير موافق على الإطلاق. الفئات هنا متساوية، الفروق بين كل فئة وفئة متساوية، بتاخد شكل رقمي عددي
ممكن إجراء مجموعة من العمليات الإحصائية عليها، أحسب متوسط حسابي وأقدر أحسب الانحراف المعياري اعتمادا على التعبير الرقمي لكل فئة من هذه الفئات، وهي كثيرة الاستخدام في العلوم التربوية والعلوم النفسية والعلوم الاجتماعية. بعد ما تناولنا المتغيرات سواء كان متغيرات رقمية أو متغيرات وصفية اللي هنتكلم فيها بعد كده، لازم يبقى عندي مجموعة من البيانات تعبر عن هذه المتغيرات. فهتناول في الشريحة دي البيانات بعد ما تناولنا المتغيرات سواء كان متغيرات رقمية أو متغيرات وصفية اللي هنتكلم فيها بعد كده، لازم يبقى عندي مجموعة من البيانات تعبر عن هذه المتغيرات. فهتناول في الشريحة دي البيانات الكمية في مستوى قياس معين اللي هو بيانات الفترة اللي هي الفئات المتساوية، إن المسافات بين كل فئة والأخرى متساوية زي ما كنا بنقول، موافق تماماً، موافق، موافق إلى حد ما، إلى حد ما، غير موافق، غير موافق على الإطلاق. الفئات هنا متساوية، الفروق بين كل فئة وفئة متساوية، بتاخد شكل رقمي عددي. ممكن إجراء مجموعة من العمليات الإحصائية عليها، أحسب متوسط حسابي وأقدر أحسب الانحراف المعياري اعتماداً على التعبير الرقمي لكل فئة من هذه الفئات، وهي كثيرة الاستخدام في العلوم التربوية والعلوم النفسية والعلوم الاجتماعية. بعد ما تناولنا المتغيرات سواء كان متغيرات رقمية أو متغيرات وصفية اللي هنتكلم فيها بعد كده، النوع الثاني من البيانات الكمية هي البيانات الخاصة بالريشيو داتا، اللي هي البيانات النسبية اللي هي بتتراوح بين الصفر في حالة انعدام مناقيص والمئة في المئة في تمام توافر السمة أو الخاصية في مناقيصه أيضا. وتعتبر البيانات النسبية هي أرقى أنواع هذه البيانات، حيث يمكن إجراء جميع العمليات الحسابية عليها واستخدام كافة المقاييس الإحصائية في عمليات التحليل للوصول إلى النتائج. فأهم ما يميز هذه البيانات النسبية هي تضمنها قيمة الصفر المطلق الذي يعني انعدام ما نقيصه، وتضمن 100% وهو تمام توافر هذه السمة أو الخاصية في مناقيصه. وهذه هي أرقى أنواع البيانات التي يمكن أن نستخدمها ونحللها لكي نتخذ القرارات بمستوى دقة أعلى. النوع الثاني من البيانات الكمية هي البيانات الخاصة بالريشيو،
هناك بعض الأمور والحقائق المتعلقة بالبيانات الكمية التي تتعلق بإمكانية التحليل الإحصائي عليها للوصول منها إلى مجموعة من المعلومات، وتراكم هذه المعلومات زي ما اتفقنا قبل كده تتكون المعارف لدى كل منا ولدى متخذ القرار. وهذا النوع من البيانات الرقمية أو البيانات الكمية تمكننا من دراسة العلاقة زي ما هنشوف في المقاييس الإحصائية اللي جاية إن شاء الله بين هذه المتغيرات، ونقدر ندرس هل العلاقات دي علاقات طردية ولا علاقات عكسية ولا لا توجد علاقة، أو ما مقدار هذه العلاقة هنقيسها إن شاء الله بمعامل الارتباط. وممكن لهذه البيانات الرقمية إن إحنا نجمعها ونعدها ونجري عليها التحليلات الإحصائية الكافية باستخدام الاستبيانات أو الاستقصاءات بواسطة الأسئلة المباشرة. نقدر نجمع هذه البيانات ونخضعها لعمليات التحليل الإحصائي، ويمكن عرضها في أشكال بيانية توضح وتلخص لمتخذ القرار طبيعة هذه العلاقات وقوة هذه العلاقات. نتناول في الشريحة الحالية المتغيرات الوصفية اللي مستوى القياس فيها بنسميه المستوى الاسمي اللي هو النومينال، وهو مستوى تصنيفي فقط، أي بيصنف مجموعة من الأفراد طبقا لخاصية معينة في فئة معينة فقط لا غير. ومن ثم فالاختلاف في هذا المستوى من قياس الخاص بالمتغيرات الوصفية اللي هو المستوى الاسمي هو مستوى تصنيفي، الاختلاف فيه ليس في الدرجة وإنما هذا الاختلاف في النوع فقط، زي ما بنقسم ذكور وإناث، زي ما بنقسم مستوى التعليم لا يجيد القراءة والكتابة، يقرأ بدرجة جيدة، متعلم تعليم متوسط، مستوى التعليم جامعي أو مستوى التعليم فوق الجامعي. نقدر نصنف المهن أيضا باستخدام المستوى الخاص بالقياس الاسمي، وبالتالي كل فئة تتضمن عدد من الأفراد، أقدر أشوف هذا العدد زي ما احنا بنسميه كم وحدة أو كم فرد في كل فئة من هذه الفئات، سواء كان خاصة بالنوع أو خاصة بمنطقة معينة جغرافية أو خاصة بمهنة معينة أو خاصة بمستوى تعليم معين. ولا يوجد أي إجراءات عملية حسابية أو إحصائية عليها، إلا إن احنا بنعرف كم عدد الأفراد في كل فئة من الفئات، وتأكيدا إن احنا بنقول اختلاف هنا في المستوى الاسمي من القياس الخاص بالمتغيرات الوصفية اختلاف في النوع وليس في الدرجة. نتناول
كما في البيانات الرقمية الكمية اللي هو المستوى القياس بتاعها مقياس الفئات المتساوية والمقياس النسبي، هناك أمور وحقائق متعلقة بها. كذلك في البيانات النوعية في مجموعة من الأمور والحقائق التي تتعلق بها. إحنا اتفقنا خلاص هذا النوع من البيانات غير رقمي لكن تصنيفي طبقا للمستوى الاسمي، ترتيبي بقدر ارتب طبقا لفئات معينه، وبالتالي انا بدرس انماط وتوجهات بشكل عام. يمكن الاستخلاص منه طبعا مجموعه من المعلومات، هذه المعلومات بتمكننا من ان احنا نصف النتائج الخاصه بينا، لكن مش هقدر اعتمد عليها عند اتخاذ قرار لانها بيانات غير رقميه. كما في البيانات في الشريحة الحالية هنتكلم عن المفهوم الخاص بالتصنيف، وهو عملية بيتم بها وضع فرد معين في فئة ما وفقا لخاصية أو مميزات مشتركة. زي ما اتفقنا المقياس الاسمي هو مقياس تصنيفي، بصنف المفردات بتاعتي طبقا لخاصية معينة زي خاصية الذكور أو خاصية الإناث. بصنف مجموعة من الأفراد اللي عندي طبقا لمستوى تعليمي معين أو طبقا للسكن في منطقة جغرافية معينة. ده التصنيف. أنا في أي نوع من أنواع الاستبيانات اللي بجمع بيها بمستويات القياس اللي هنشوفها، واحنا قلنا بسرعة عليها كده معلومات، سواء كان المقياس الاسمي او الفئات المتساوية او الترتيبي او النسبي، لازم اتحقق ان اداة القياس اللي هي تمثل الاختبار بتاعي او المثير بتاعي يكون صالح لما نرغب في قياسه، عشان اضمن ان انا بقيس الخاصية أو السمة التي تتعلق بسلوك الفرد نحو ما نرغب في قياسه. عندنا أحد المقاييس الإحصائية الهائلة وشائعة الاستخدام هو المتوسط الحسابي، اللي هو بيمثل الغالبية العظمى للمفردات لخاصية معينة خاصة بالمفردات بتاعتي. وهنشوف بعد كده في القياس السيكولوجي التوزيع الطبيعي، وهذا المتوسط بناخده كمؤشرات لما نرغب في قياسه أيضا، وهو حسابيا يعني إن أنا بجمع القيم وأقسمها على أعدادها. فأنا عندي سي أغلب الناس في العالم متوسط درجة الحرارة الطبيعية بتاعتهم 37، لكن هناك بعض الأفراد طبيعيين من حيث درجة الحرارة لكن أقل من 37، وهناك أيضا أفراد حرارتهم طبيعية وأكثر من 37، 37 وشرطة 37 وشرطتين، لكن أغلب الناس في العالم متوسط درجة الحرارة الطبيعية بتاعتهم 37، وبالتالي الأطباء بيحكوا هذا المتوسط الطبيعي لدرجة الحرارة كمؤشر للحكم على الحالة مرضية أو غير مرضية، وبالتالي يستطيع أن يتخذ القرار بناء على ناتج القياس ومقارنته بالمتوسط
الطبيعي. زي ما اتفقنا في الشريحة السابقة ان انا عندي المتوسط الحسابي اللي هو بيمثل اغلب المفردات بالنسبة لخاصية معينة، وهناك افراد زي ما اتفقنا درجة حرارتها تزيد عن 37، وبعض الافراد درجة حرارتها الطبيعية تقل عن 37. فهناك اختلافات بين المفردات حول المتوسط، وبالتالي درجة تباعد بيانات هذه المفردات عن المتوسط الحسابي اللي هو يمثل مقياس نزع مركزية. هذا التباعد يطلق عليه التشتت، ومن ثم أقدر أحسب الاختلافات عن المتوسط الحسابي. وكلما كان التشتت كبير، كلما دل على ضرورة التدخل لإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية، أي أخلي أغلب المفردات تتقارب حوالين المتوسط الحسابي. وكلما كان هذا التباعد قليل، كلما دل على تجانس المفردات. فعندي مستويات الأداء، إذا كان في قسم معين أو إدارة معينة مقياس التشتت اللي احنا هنعرفه بعد كده اسمه الانحراف المعياري، لو كان كبير دل على أن هناك فروق في مستويات الأداء داخل هذه الإدارة، وبالتالي هيبقى في مشكلات بين الأفراد بعضها البعض، لأن قد يكون هناك واحد مستوى الأداء بتاعه متميز جداً مقارنة بالغالبية داخل هذه الإدارة أو داخل هذا القسم. لا شك أنه سيواجه صعوبات من الزملاء الآخرين، لأنه يعتبر بالنسبة لهم مستوى أدائه بعيد عن الغالبية العظمى داخل هذا القسم أو هذه الإدارة. فإحنا عندنا المبدأ العام أنه كل ما كان مقياس التشتت أقل دل على التجانس، وهنشوفه بعد كده إن شاء الله في القياس السيكولوجي. وإذا كان مقياس التشتت كبير دل على عدم التجانس وعدم التوافق نحو السمة أو الخاصية التي ناقصها. في مفهوم هايل إحصائي طبعا، هو مفهوم الارتباط اللي هنشوف في الشريحة القادمة التفصيل بتاعه، لكن حياتنا كلها قائمة على هذا المفهوم الإحصائي وهو الارتباط، لأن في ارتباط بين كم ونوعية الطعام اللي احنا بناكله وبين وزن الجسم، في ارتباط بين مستوى الأداء وبين درجة الرضا الوظيفي، في ارتباط بين درجة حرارة الجو ونوعية الملابس اللي احنا بنلبسها، في ارتباط بين جودة نظام التحفيز ومستوى الأداء وهكذا. فالارتباط بيصف قوة وطبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات، وهنتناول في الشريحة القادمة مفهوم الارتباط تفصيلا. معامل الارتباط هو أحد المؤشرات والمقاييس الإحصائية التي تعبر عن طبيعة وقوة العلاقة بين المتغيرات. طبيعة العلاقة قد تكون علاقة عكسية فتبقى الإشارة بتاع معامل الارتباط سالب، أو علاقة طردية ومن ثم تكون الإشارة بتاع معامل الارتباط موجب، وتتراوح قوة هذه العلاقة بين ناقص واحد وزائد واحد مرورا بالصفر. ناقص واحد أي أن العلاقة تامة عكسية، زائد واحد أن العلاقة تامة طردية، كلاهما يتغيرا في اتجاه واحد.
ده في العلاقة الطردية. أما في العلاقة العكسية فمتغير يتغير في اتجاهه والآخر يتغير في اتجاه مخالف ليه. وصفر بيعني عدم وجود علاقة بين هذه المتغيرات. وهنشوف طبعا إن إذا كانت القيمة بتاع معامل الارتباط تتراوح بين ناقص واحد وزائد واحد مرورا بالصفر، هي دائما بتبقى كسر، أي أقل من الواحد الصحيح. ومن ثم العلاقات زي ما هنشوف قدام شوية علاقات جزئية نسبية. لكن من المهم جدا إن احنا ندرس هذه العلاقة من حيث طبيعتها ومن حيث قوتها، والمقياس الذي يعبر عن قوة وطبيعة العلاقة هو ما يطلق عليه معامل الارتباط، وهو كل حياتنا قائمة وتطبق على معاملات الارتباط. في أسلوب إحصائي هايل طبعا اسمه التحليل العامل فاكتور أناليسيس، ده قائم على تحليل الارتباطات بين المتغيرات، ومهمته ان هو بيختزل العدد الكبير من المتغيرات الى عدد اقل بيطلق عليه عوامل، كل عامل يحمل عليه مجموعة من المتغيرات ذات الارتباط بعضها ببعض، فنقدر ساعتها نصنف ومتخذ القرار بدل ما قدامه عدد كبير من المتغيرات هيبقى قدامه عدد اقل من العوامل، كل عامل بيحمل بعدد من المتغيرات طبقا لمعاملات ارتباطها بهذا العامل، ومضمون كل عامل منهم بعد تمحيص المتغيرات المحملة عليه نقدر نحط له مسمى معين. متخذ القرار يعطي أولوية لهذه العوامل، ومن ثم يستطيع أن يشخص الموقف تشخيص كامل. فإذا مهم التحليل العاملي اللي هو يعتمد على العلاقات الارتباطية بين المتغيرات، مهمته إن هو هيصنف لي العدد الكبير من المتغيرات ويختزلها إلى عدد أقل فيما يطلق عليه العوامل، وكل عامل زي ما اتفقنا بيرتبط عليه يحمل عليه عدد من المتغيرات ذات الارتباط بعضها ببعض، وكل عامل له معنى معين طبقا لنوعية المتغيرات ذات الارتباط المحملة على هذا العامل. ومن ثم يستطيع متخذ القرار أن يرى الأمور أكثر وضوحا، بدل ما يبقى عدد المتغيرات 50 متغير يبقى عنده 5-6 عوامل بس كل عامل منهم محمل عليه عدد من المتغيرات التي لها ارتباط ببعض ولها مفهوم في هذا العامل. المقياس الإحصائي الخاص بهذه الشريحة هو تحليل الانحدار، سواء كان انحدار خط بسيط بين متغيرين أو انحدار خط متعدد بين عدد أكثر من المتغيرات. وكنا اتفقنا أن المتغير المستقل هو الذي يؤثر، والمتغير التابع هو الذي يتأثر بفعل المتغير أو المتغيرات المستقل. وفي غالبية المواقف بتتعدد المتغيرات المستقلة المؤثرة في تغير المتغير التابع. الأسلوب الإحصائي اللي بيدرس من يؤثر على من بمقدار كام هو تحليل الانحدار. وبالتالي تحليل الانحدار مهمته هو دراسة العلاقات التأثيرية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. شرط أن تكون هذا التأثير أو هذه التأثيرات تأثيرات جوهرية حقيقية
أدركها الباحث، وهنشوف في القياس السيكولوجي إن شاء الله إن تحليل الحضار أحد الأساليب الإحصائية التي تشخص لنا لماذا يحدث ما يحدث. فكل ما يحيط بنا فهي نتائج، بس النتائج دي ليها زي ما اتفقنا قبل كده مسببات. فنحن إذا تمحصنا وتعرفنا على المسببات نستطيع أن نفسر لماذا تتغير المواقف أو لماذا يتغير المتغير التابع، وبفعل أي من هذه المتغيرات ودرجة التغير قد إيه، أي مقدار التغير وطبيعة هذا التغير سواء كان إيجابي أو تغير سلبي. فتحليل الحضار أحد الأساليب الإحصائية الرائعة لدراسة العلاقات التأثيرية التبادلية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.